كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. يحكى أن مجموعة قصص محمود طاهر لاشين. يحكى أن كتبها للإذاعة عبد الفتاح رزق، إخراج أحمد شوقي. يحكى أن الفخ اهدا اسماعيل بي، اهلا وسهلا، تعال يا راجل اقعد، تعال قهوه يا ولد، قهوه. ساعتين بحالهم يا راجل وانا قاعد هنا مستنيك. طبعا يا عم طبعا، وراك المواعيد الاهم مش كده برضو؟ والله انا كلمتي ما تنزلش الارض. كنت في ميعاد غرامي ولا لا؟ ما تتكلم، قول يا راجل قول. ازيك يا مجدي؟ ازيك كده حاف من غير حكايات ولا روايات؟ ده اسمه كلام برضو؟ لا دي مش عويدك ابدا. لا امال فين جلال بيه؟ جلال بيه هو لو بصيت حواليك هتشوفه، بس مش هنا في القهوه، لا هناك في وسط الميدان. بص بعينيك هناك، بص، ولو سالته هيقول لك اني واقف بتفرج على الاكتشاف الجديد، الترامواي اللي بيمشي بالكهرباء. عجايب الترامواي. معاه حق، مش احسن من العربيه الحنطور؟ انا مش بقول عجايب على الترامواي اللي بالكهرباء، جرى يا اسماعيل بيه، انا قصدي على البني ادم اللي واقف في الميدان بقاله ساعتين ويمكن اكتر. ضروري هيطب علينا دلوقتي ويحكي لنا زي عوايده. يحكي ايه بقى؟ ما انا شايفه من ساعه ما راح هناك، والله مش هصدقه ابدا. هيقول ايه يعني؟ ما انا شايف كل حاجه اهو، النهارده مفيش حكايات. وهو يعني اللي بس باصبر كده بالله لما نشوفه هيقول ايه. خلاص رايك، لكن هيقول فلانه، هيقول علانه، هقول له كذاب في اصل وشك. انا قاعد اهو وشايف كل حاجه. حاجه مش معقوله، حاجه تطير العقل. يا سلام. وبعدين يا جلال بيه؟ وبعدين اسماعيل بيه، انا قاعد ساكت اهو مش هتكلم خالص. وبعدين يا جلال بيه، وعملت معاها ايه؟ لا دي حكايه طويله قوي. مفيش خمس دقايق بس. اسماعيل بيه، الله، ايه حكايتك يا مجد افندي؟ هي انا كل ما اتكلم تصرخ وتقول يا اسماعيل بيه؟ ايه مالك؟ لا ابدا مفيش حاجه. وبعدين معاك، بس هو يعني بيقول انه قاعد هنا من بدري و... طب ما يقعد يا اخي، ما هو عارف الميعاد اللي انا باجي فيه. هو ده اللي مزعله يعني؟ والله انا مش هتكلم خالص. يبقى احسن لما هتسكت يا مجد افندي هتسمع الكلام اللي يفيدك، الكلام اللي تتعلم منه فنون الحب والغرام، فنون الله. هيلك اذا كنت هتحكي لنا الحكايات اللي سمعناها قبل كده يبقى بلاش يا عم. ما هو ما فيش حكايات جديده. نعم، مين قال كده بقى؟ مين قال ما فيش حكايات جديده؟ ليه؟ هو انتوا كنتم معاه ليله امبارح؟ عرفتم اللي حصل لي بعد ما خرجت من السينما؟ قلت لكم تعالوا معايا؟ ما فيش حد فيكم راضي يسمع كلامي؟ شوفوا بقى ايه اللي حصل. اذا كان بقى على امبارح بالليل تبقى حكاية جديدة فعلا. ايه اللي حصل يا جلال بيه؟ احكي لنا دلوقتي. عايز تسمع؟ والله اذا ما كانش اسماعيل بيه قاعد ما كنتش حكيت حاجة خالص، لكن والله عشان خاطر اسماعيل بيه بس. وانا يعني غاوي اقول حكايات والسلام؟ ابدا، دي كلها حاجات بتحصل. ايوه يا استاذ، ايوه، ادوار بطوله بتتوزع كده من غير ما الواحد يجري وراها. والله العظيم انا قاعد ساكت اهو عشان اسمع. وانا كمان. ها ما تتكلم بقى. انا كنت قلت ايه؟ انت ما قلتش حاجه خالص. خلاص ابتدي من الاول. ايوه من الاول قول. انا سبت السينما من هنا وعقلي قال لي يا واد ما ترجع البيت ماشي. القمر كان مزهزه في السماء يا عيني، ونسمه اخر الليل طريه وحلوه كده،
بصيت لقيت اللي بينده علي. ساعدت البيه يا حبيبي. ايوه حضرتك بتنده علي انا؟ عايزني في حاجة؟ مش قادر. ما هو باين كل ده من اللي تلاقيك شربته. والله ما شربتش كتير، يا دوبك نص برميل. ده انت حتى باين عليك راجل محترم ولابس اخر شياكة، ليه بقى البهدلة دي؟ البيت قريب من هنا، لكن خايف واحد عسكري يشوفني ماشي يطوح يقبض علي. يبقى معاه حق. على العموم هات ايدك اسند عليا وامر الله اوصلك لحد بيتك. الراجل ده قصير؟ ايوه. وشنبه كبير واصفر؟ ايوه. ووشه ابيض ومسحوب؟ ايوه. ونافش ريشه كده زي الديك الرومي؟ دي ايوه. تعال تحب بقى اكمل لك انا الحكايه. جرى ايه يا مجد افندي؟ جرى ايه؟ ما هو يخلق من الشبه 40 يا اخي، وجلال بيه مهودك يعني عشان يقدر يكمل حكايته. مش كده برضو يا جلال بيه؟ في الحقيقه انا مش عارف يا اسماعيل بيه ازاي مجد افندي عرف اوصافه دي كلها. الكلام من الشبه 40 يا اخي، ما هو اللي بيتطوحوا اخر الليل دول بيكونوا كلهم شبه بعض. ها؟ بس انا والله العظيم اقدر اكمل الحكايه. مفيش مانع يا مجد افندي، مفيش مانع. ازاي بس؟ بس بعد جلال بيه ما يحكي حكايته الاول. مش يمكن يكون نفس البني ادم، لكن تكون الحكايه شكل تاني. مش ممكن برضو ولا لا؟ ممكن والله. خلاص بقى سيب جلال بيه يكمل حكايته. ها وبعدين؟ وبعدين يا جلال بيه؟ نهايته وانا ماشي معاه على بيته قاعد يتكلم عن نفسه وعن حياته. لكن تقول ايه للايام يا سعاده البيت؟ تقول ايه للزمن؟ والله كانوا اربع بيوت في حي من ارقى احياء القاهره في العباسيه. ده غير عزبه حواليها قول 100 فدان. يا سلام. لا 120. ده غير بيت في اسكندريه علشان الصيف. وبيت في حلوان علشان الشتاء. سيدي لكن يا خسارة. يا 100 خسارة. ايه بس اللي حصل؟ واحد صاحبي مال. الله يلعنه منه لله، علمني لعب القمار. لا. ونسيت نفسي، كل يوم ألعب وألعب وضاعت كل حاجة. ضيعت اللي ورايا واللي قدامي. مسكين. أي والله يا سعادة البي. أي والله. هو البيت لسه بعيد. أبدا، دول خطوتين. أنا تعبتك معا. لا 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 أبدا، ما فيش تعب ولا حاجة. لكن أنت دلوقتي عايش إزاي؟ حولي ماشية. ربك ما بينساش حد. ايوه بس ربنا ما قالناش نعمل اللي انت عامله ده، مش كده برضو؟ والقمار برضو وحش، مش كده ولا ايه؟ الله يجازي اللي كان السبب منه لله. هو البيت لسه بعيد. يا دوبك الماشيه اللي جايه. أنا عارف إني تعبتك معايا، لكن برضو الدنيا لسه بخير، وجميلك ده على عيني وراسي. أهو البيت هناك. أهو فين ده من بيوت زمان وعز زمان؟ من الأيام. من والله العظيم هو بعينه نفس الراجل. يعني عايزني اقول ايه يا مجد افندي؟ عايزني اكمل الحكايه انا بدالك وبدال جلال بيه؟ ايه يا اخي، استنى لما نشوف حصل ايه مع جلال بيه كمان. ها حصل ايه؟ هو انت كمان تعرفه يا اسماعيل بيه؟ لحد دلوقتي ايوه يا جلال بيه ايوه، لكن مين عارف حصل لك ايه انت كمان؟ ضروري نفس الحكايه. هو حد عارف انت حصل لك ايه يا مجد افندي؟ ما هو بالشكل ده مش هنعرف حاجه. نسمعك يا جلال بي وبعدين نعرف موضوع الراجل ده اللي محيرنا احنا الثلاثه. نسمعك.
ايوه يا دي الكسوف، انت عملتها تاني يا راجل انت. احنا متاسفين خالص يا سعاده البيت، اهو دايما كده مدوخني ومدوخ الناس الطيبين اللي زي سعادتك. حضرتك مراته؟ ايوه مراته. يا ريتني ما كنت عرفته في يوم من الايام. اتفضل اتفضل يا سعاده البيت، اتفضل. يا محاشم بلاش الكلام ده دلوقتي. يعني هو ده الحال اللي كنت عليه لما اتجوزتيني؟ ما هو كله من خيبتك، خدتني صغيره وديك محيرني ومدوخني معاك. هعمل ايه انا دلوقتي؟ طب استاذن انا بقى، بعد اذنكم انا ماشي. تمشي لا يمكن ابدا، تقعد تستريح، ده مشوار السكه طويل خالص. اتفضل يا سعاده البيت اتفضل. اصل الوقت متاخر واحسن يعني. يا احنا متاسفين قوي. الا حضرتك اسمك ايه؟ جلال. اسمي جلال شاكر. دقيقتين هعمل لك فنجان قهوه يا جلال بيه. ده يعني اقل ما فيها كفايه التعب اللي انت تعبته معايا. ما فيش تعب ولا حاجه. طب اتفضل اتفضل اقعد. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. واظن بقى الاستاذ هو اسم حضرتك ايه؟ ما دام اتعرفنا على بعض. الله يا استاذ، ده مش بيرد يا هانم. اصله راح في النوم. ده كله من اللي بيعمله في نفسه. اسمه خميس الجهري. ده كان من اكبر الاعياد. عارف هو حكالي على كل حاجه. طب استاذن انا بقى. يا خبر، احنا مش اتفقنا ان انت هتقعد تشرب فنجان قهوه؟ يعني عايز تقول ان احنا ناس ما عندناش ذوق ولا ايه؟ لكن حضرتك ما قلتليش. نعم. انت برضو من مصر؟ ايوه، من حي المنيرة. المنيرة؟ اهو ما فيش بينكم وبين بيت بابا غير شارع واحد. يا سلام. بيت بابا كان في جاردن سيتي. بيت لكن ايه؟ وموجود لحد دلوقتي؟ مش قلتلك ان بابا توفى من زمان؟ الله يرحمه. مش انا قلتلك انه بسلامته جوزي ضيع كمان اللي انا ورثته من المرحوم بابا؟ يعني ضيع البيت ده كمان؟ كل حاجة، وحياتك انت كل حاجة. مسكين. هو برضو اللي مسكين. انا برضو كان يحصل لي كده. لا ابدا، ما كانش صح ابدا. والله يا جلال، لولا الناس الطيبين اللي زي حضرتك كده. ولا بلاش، يعني كنت هقول ايه؟ انا تحت امركم يا محسن هانم. وهو يعني يا ما بلاش هانم دي. ولا عايزني يعني اقول له يا جلال بيه؟ انا اسف يا محس. وانا مزعلانة يا جلال. انما بقى هي العبارة كده. إيه؟ اما فخ. هو انت قابلتها يا مجد فندي؟ اسأل اسماعيل بيه، ما انا قلت له على كل حاجة. وانت قلت لي وبس يا مجد فندي؟ يظهر ان كلنا وقعنا في حاجة واحدة، وقعنا لحد السم علينا. قصدك الحكاية دي يعني؟ لا، قصدي الفخ. يحكى ان القدر. الأيام عمالة تجري نفيسة، ما عادش فيه صحة خلاص. يلا حسن الختام. كلام إيه ده يا ستي؟ اوعي تقولي الكلام ده أبدا. دول حتى بيقولوا إن دبلة الورد ده. أديك قلتيها يا نفيسة، الوردة دبلت، إيه فايدة راحتها بقى؟ عندك عزيز به بالدنيا بحالها. دول حتى كل الناس حاسدينك عليه، بيقولوا ده الابن اللي يشرف بصحيح. ما يسيبونا في حالنا بقى. لا هو اتأخر لي عن ميعاده، مش عوايده يا نفيس. تلاقيه دلوقتي طالع على السلم. حتى اسمعي كده، اسمعي قبل ما هخلص كلامي، هتسمعي خبطته على الباب. اسمعي اهو يجبر بخاطرك يا سيدي يا عزيز بيه. كنوز الدراما. كنت طلبت 1000 جنيه. بتقولي ايه يا نفيسة؟ انا مش سامعة بتقولي ايه. ما تقومي كده تفتحي الباب. قومي حالا. هفتح اهو. اهلا اهلا.
اهلا سيدي عزيز بيه، يكبر بخاطره. ازيك يا نفيسه؟ امال فين ماما؟ لسه جايبه في سيرتك، جوه مستنياك. هي لها غيرك؟ تعالى يا عزيز، تعالى يا ابني. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبتي ونور عيني؟ اهدى كله، اهدى كله. ازيك؟ قولي انت عملت ايه النهارده، احكي لي حبيبي. يا خبر، ده النهارده حصلت حكايات وحكايات في المدرسه. مش معقول ابدا الواد حامد ده. حامد ما انت عارفاه طبعا يا ليلى، كلمتك عنه كتير. النهارده انا قلت خلاص مش هيقدر يتشقى زي عوايده. مش هيقدر. احضر الغدا يا عزيز بيه. يا نفيسه كلام اهدى يا نفيسه، 100 مره قلت لك لما يكون سيدك عزيز بيه بيتكلم ما تقاطعهوش ابدا، فاهمه ولا لا؟ اهدي، ما انا خايفه لا ينسى نفسه زي كل مره، ويقعد يحكي ويحكي والاكل يبرد، ونفيسه تسخن الاكل تاني وبعدين يبرد وبعدين. هو ايه يا ولية اللي هيبرد بس؟ الاكل يا ستي الاكل. هو انا قلت ايه؟ كمل حكايتك يا عزيزي حبيبي، كمل وبعدين. خلاص بقى، الولية دي صدت نفسي. صدت نفسك؟ هو انت عارف الاكل ايه النهارده؟ قصدي صدت نفسي عن الكلام. نهايته يا نينا، انا هقوم الاول اتوضى واصلي العصر. ها، مش العصر وجب برضو يا نينا؟ وصليته كمان يا عزيز. يصح برضو يا ابني تصلي الفرض، على ما نفيسه تحضر لك لقمه تاكلها. يصح يا ابني، ربنا يبارك في صحتك وعافيتك يا رب. حرما يا عزيز يا ابني، حرما. جمعا يا نينا. بقول يا نينا. نعم يا حبيبي. انا نسيت اقول لك حاجه مهمه. خير يا عزيز يا ابني، خير. النهارده جاني جواب من عرفي بيه. ها، عرفي؟ ازاي؟ بيقول ايه في الجواب ده؟ الله، ايه اللي انت بتعمليه في القميص بتاعي ده يا نفيسه؟ قميص ايه دلوقتي يا عزيز؟ ايه حكايه الجواب ده يا ابني؟ لا ابدا، بيقول انه واقع في مشكله مع مالك الارض الجديد اياه، اللي اشترى الارض اللي جنب ارضه. وبعدين هو، طب وايه يعني؟ ما المشاكل دي دايما بتحصل. صبرك بالله بس يا نينا، ما انا جاي لك في الكلام. اظن القميص يبقى كده كويس يا عزيز بيه. قومي يا وليه انت من قدامي، خد القميص ده غوري من قدامي، غوري. المهم بقى، المهم اللي عرفي بيه عايز يقوله. بيقول ايه؟ افتكر، بيقول انك شايله عندك مخالصه بينك وبين مراته عن تمن الفدان اللي بعتيه له. طب هو عايز ايه من المخالصه دي يا ابني؟ والله مش عارف، اهو عايزها والسلام. طب دي مخالصه كانت بينه وبين مراته، مال الحكايه دي بقى؟ وحكايه المشكله اللي بينه وبين الملك الجديد؟ بيقول بقى يا ست الستات، نعم، ان الحجه بتاعته ضاعت، والمخالصه اللي عندك فيها كل حاجه عن حدود الارض وبالتفصيل كمان. اللي انا عايز اعرفه يا ابني، ازاي الراجل ده عارف عنوانك بعد ما انقطعت صلته بينا سنين طويله؟ يعني هو احنا هنينا ساكنين تحت سقف البحر؟ هو في حد بيستخبى يا ستي؟ بقول ايه، بعد اذنك انا رايحه اودي هدوم عزيز بيه عند المكواج. 20 سنه دلوقتي مرت على حكايه المخالصه دي، مالك انت يا عزيز يا ابني والمشاكل دي كلها؟ انا بقول بعد اذنك يا ستي انا نازله. مطهوري تروحي زي ما انت عايزه، بلاوي اهدي. والله يا نينا انا بقول ان مفيش اي ضرر علينا، اذا ادينا عرف بيه اللي هو عاوزه هيحصل ايه يعني؟ الراجل برضو خدمنا كتير زمان. انا شايفه يا ابني ان مفيش داعي لكده. اللي تشوفيه يا نينا، انا يعني بس كنت بقول رايي، لكن على كل حال انت قادره يا نينا. خلاص، اعتبر الموضوع ده منتهي يا ابني. هو انت هتزعلي نفسك عشان حكايه زي دي؟ ملعون المخالصه يا ست، صحتك اهم حاجه في الدنيا. خلاص يا ست الستات، خلاص، كاني ما استلمتش الجواب بتاع عرفي بيه. مفيش حاجه، مفيش حاجه، انا كويسه. خلاص انا كويسه. نينا، انت يا نينا برضو مش بتاخدي الدواء؟ اسمع يا عزيز يا ابني. ايوه، الاوراق القديمه كلها تلاقيها في كيس في ركن الصندوق الكبير. انا هقوم اجيبها لك. هتجيب المخالصه؟ مش قلنا بلاش؟ يقوم ياخدها بقى ويخلصنا. طب طب طب، خليك انت بس قاعده مستريحه، خليك قاعده مستريحه، انا هروح اجيب. خليك مستريحه. اللي تشوفه يا عزيز يا ابني، اللي تشوفه. والله شكلك يفطس من الضحك يا عزيز وانت قاعد فرش حواليك الورق القديمة دي كلها.
ايه التراب ده كله يا اخواتي؟ البركة يا ست في نفيسة ونظافتها. انا برضو يا عزيز بيه، هو الصندوق ده حد كان يقدر يهوب ناحيته؟ ده يمكن التراب ده جواه من قبل ما اشتغل انا عندكم. هو انت يا ولية مش قلتيلي انك نازلة؟ انت قاعدة ليه دلوقتي مستنية ايه؟ اسألي عزيز بيه، هو اللي قال لي افتحي معايا الصندوق الكبير. وفتحتي معايا الصندوق؟ ايوة. طب مستنية ايه بقى دلوقتي؟ ولا حاجة، انا ماشية اهو ماشية اهو. والله يا عزيز يا ابني ما فيش بقى داعي تتعب نفسك، اديك عملت اللي عليك وخلاص. بصراحه يا نينا انا الجواب بتاع عرفي بيه ده اسرع على نفسي قوي، خصوصا وان خطه في الجواب مبين ان ايديه مش قادره تمسك القلم كويس. مسكين، الشلل صعب يا ابني قوي حقيقي. انا فاكر برضو المرض ده صابه لما كنت لسه في سنه رابعه ابتدائي، وسمعت انه من يوميها وهو قاعد في اسيوط على طول. بيقولوا برضو كده. والله ما انا عارف هلقى المخلصه دي وسط التراب ده كله. شفت بقى يا عزيز، مش هتكسب غير انك تشم التراب القديم وبلاويه. وماله يا نينا، الواحد لما بيعطس بيفوق برضه. يا سلام، مين كان يصدق؟ يصدق ايه؟ شوفي شوفي يا نينا شوفي، فاتوره قديمه عن بدله كحلي وبنطلون قصير. هي دي البدله اللي دخلت بيها امتحان ابتدائي. انت لسه فاكر؟ والله ايام مش هتتعوض ابدا يا نينا. يعني عايز ترجع صغير تاني؟ يا ريت يا نينا يا ريت. طب اقفل الصندوق بقى وفضنا من الحكايه دي. والنبي دقيقتين كمان، ده في حاجات ظريفه قوي، لحظه واحده وهرجعه مكانه. دقيقتين بس. اللي انت عايزه بقى، انا قايمه اصلي الفرض اللي ورايا. طيب. ده باين عليه جواب. لما اشوف مين اللي كتبه بيقول فيه ايه. عزيزتي وقرة عيني خديجة هانم، بعد تقبيل الوجنات واهدائك عاطر التحيات. ايه ده ايه ده؟ الامضاء عرفي عرفي بيه. كل هذا الحب الذي اكنه لك في قلبي، كل هذا الحب الذي أكنه لك في قلبي، كل هذا الحب. لقيت المخلصة يا عزيز. ها؟ أنت بتقول إيه؟ لقيت الورقة. أنا عايز أعرف عرفي بيه كان إيه؟ أنا مش فاهمة أنت بتقول إيه يا ابني؟ يعني إيه كان إيه؟ كان إيه بالنسبة لك؟ يا ابني إيه الكلام الفاضي اللي أنت بتقوله ده؟ أنا عارف إنها حكاية قديمة، لكن عايز اعرف، ضروري اعرف. عايز تعرف؟ ايوه. خلاص انا هقول لك، بس قبل ما اتكلم عايزك تطمن امك يا عزيز. مش هتطمن لما اسمع. مراته هي السبب، كانت عرفت الحاله اللي بقينا عليها بعد موت المرحوم ابوك. المكافاه اللي صرفناها خلصت، عرضت علي انها تشتري الفدان ونص اللي ورثتهم عن ابويا. كنت فاكره ان الحكايه خلصت عند كده، لكن سنيه مرات عرفي جاتني تاني. والنبي يا خديجه يا اختي تفهميني، شوفيني بس عايزه اقول لك ايه، اديني فرصه بس. ما هو كلام مش معقول يا سنيه. هو انا لسه قلت حاجه يا اختي عشان تقولي مش معقول؟ هيجرى ايه يعني لما تيجي انت وبنتك وابنك عزيز عشان تعيشوا معانا؟ أنا وعرفي كان نصيبنا إن ما يكونش عندنا أولاد، وابنك وبنتك هيكونوا في قلوبنا من جوه. قلت إيه؟ بس أنا. ولا بس ولا حاجة يا أختي، قومي معايا. خلاص خلاص، والنبي تقومي، ده يوم المنى يوم ما تعيشوا معانا، يوم المنى يا خديجة. وبعدين بعد كل اللي قالته كانت أفعالها شكل تاني لما خدتك أنت وأختك ورحنا نعيش معاها هي وجوزها. كانت الغيرة عامية عينيها من غير أي سبب يا ابني. وسبت بيت عرفي بيه. أيوة يا ابني، لكن عرفي بيه كان اتعلق بيك أنت وأختك، كنتوا زي ولاده، كان ولي أمرك في المدرسة، كان. كفاية. والله يا ابني هي دي الحكاية، كل الحكاية. أنا ذنبي إيه؟ كنت وحدي، هعمل إيه يا ابني؟
كنت عايزة أربيك أحسن تربية، وديك دلوقتي موظف قد الدنيا وأختك. كفاية، مش عايز أسمع حاجة تاني، مش عايز أسمع حاجة تاني. وقرة عيني خديجة هانم، عزيزتي وقرة عيني خديجة هانم. انت قاعده هنا بتعمل ايه؟ الحقني يا سيدي، انا دمي ناشف. انت قاعده في نص الليل عشان تقولي لي الحقني يا سيدي؟ امشي من قدامي، روحي نامي، مش عايز اشوف حد. ستي ستي يا عزيز بيه، ستي انا. مالها ستك؟ ها؟ قلت لك روحي نامي، امشي. مش بس تسمعني يا عزيز بيه. طيب اديني هسمعك، عايزه تقولي ايه؟ ما تقولي، خلصيني بقى، خلصيني. ايه جرى ايه بس في الدنيا يا ناس؟ دي عين مصابت، عين مصابت يا اخواتي. والله يا عاد انت هتقعدي تقولي لي حكم ومواعظ؟ هو ده الكلام اللي انت قاعده نص الليل عشان تقوله لي؟ ستي يا عزيز بيه ستي. بصيت لقيتها صفرت وتلجت، حبيت انده لجارتنا، قالت لي لا وراحت زي الاموات. ماما؟ ايوه. نينا؟ هي فين؟ وهتكون فين؟ فين هي؟ جوه في اوضتها يا ابني، ادي عليها. اهياني نينا. نينا ستي ستي. مالك يا نينا؟ اوعى تكوني زعلانه مني. انا غلطان، انا غلطان يا نينا، انا غلطان. عزيز. ايوه. انت جيت يا عزيز يا ابني، اطمن انا بخير. عايز اقول لك قبل ما اموت، اطمن يا ابني، امك طول عمرها بخير، طول عمرها زي ما انت تعرفها وزي كل الناس ما يعرفوها. ده كان الموت اهون، ودلوقتي دلوقتي يا عزيز أموت وأنا مستريحة، لأني كنت ليك أشرف أم، أشرف أم يا عزيز. يحكى أن